تحية طيبة للجميع، أنتم دوما عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذا نوافيكم بنشرة جوية خاصة لطقس الجزائر اليوم الخميس الأول من شهر جويلية 2021. إذا نتوقع أجواء صافية مشمسة في الفترة الصباحية والفترة المسائية على كل ربوع المناطق الجزائرية باستثناء بعض السحب من النوع العالي، ستميز الهضاب الغربية والمناطق شمال الصحراء والواحات. نمر مباشرة إلى درجات الحرارة، وأهم يميز طقس الجزائر اليوم الخميس درجات حرارة عالية جدا، قد تصل ما يقارب 50 درجة على المناطق الجنوبية خاصة أضرار برج بج مختار وعين صالح. شمال الصحراء والواحات أيضا ما بين 45 إلى 48 درجة، في حين المناطق الشمالية الشرقية الوسطى والغربية ما بين 38 إلى 43 درجة. المناطق الشمالية خاصة الشرقية سنسجل متابعينا ما بين 37 إلى 38 درجة، أما السواحل الوسطى والغربية ستكون ما بين 29 إلى 35 درجة. نذكر متابعينا بالرياح التي ستكون في الموعد على شمال الصحراء والواحات ومناطق الأوراس والمناطق الجنوبية الشرقية ومرتفعات الهجار والتصليري. الرياح ستكون جنوبية قد تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وأيضا سيكون حاضر الشيلي أو السيروكو على كل هذه المناطق الحدودية مع دولة ليبيا وتونس. كل الحيطة والحذر متابعينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.